يا نهار اسود، انتي لبستي فين القميص ده؟ لبستيه هنا في الصاله؟ والبنطلون كمان. يا نهار اسود، والبنطلون كمان، بنطلون كمان. ايه يا مامي في ايه؟ ايه الافوره دي؟ عادي يعني زي كل يوم، ما انت عارفه ان ماليش بيت معايا في الاوضه، وانا طبعا يعني بتكسف اغير قدامها. حلاوه، وانت مش عارفه ان ابن ام عليش كان بيت معانا الليله دي؟ لا عليش، انا ما بتكسفش من عليش ده خالص. يا سلام، خالص يعني بتتكسفي من ام عليش وما بتتكسفيش من ابنها؟ الحمد لله، الحمد لله يا رب ان انا قفلت عليه. الحمد لله قفلت عليه. ده انت غلبانه قوي يا حاجه. الساندوتشات يا ولاد. ام عليش، هو انت فتحتي لعليش ولا حاجه؟ لا ما حصلش. الحمد لله، الحمد لله. ده عليش اسم النبي حرص وصينه، هو اللي فتح لوحده وصيحي من النجمه وجي سخن انا ومي ونزل جاب لنا العيش. يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود ومنيل، وكمان دخل عليكم الاوضه. يا دي المصيبه الصوت. الحمد لله، الحمد لله يا رب ان هو نزل قبل ما علي يصحى، كان موتني. الحمد لله يا رب. بس انا مش فاهمه ازاي انا قافله عليه بايدي. قافله عليه بايدك؟ مش قلت لك يمكن ده غلبانه قوي يا حاجه؟ قصدي مفتاح الباب بيلف لوحده على الفاضي من ساعه ما اتجوزته. ساعه ما اتجوزنا؟ يا سلام، وانت بقى على الدرايه بالموضوع ده. ايوه يا ده. صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. ايه ده؟ صباح الخير يا عليش. اهلا اهلا، ازيك يا عليش؟ اهلا يا حبيبي. يا ترى مبسوط معانا في بيتي؟ ها؟ ومبسوط ببجامتي؟ الحمد لله. تحب تاخد شاور يا عليش؟ مين اللي اداله بجامتي يا مدام؟ انا يا بابي، اصل مامي على طول بتقول ان ما ينفعش حد ينام بجنس. وطبعا مامي هي اللي فتحت له، ومي هي اللي عملت له الفطار. لا يا بابي، انا يلا يا حبيبتي، اتاخرتوا على المدرسه. ها يلا يلا، هاتي الشنطه يلا. مامي يلا حبيبي، هات 50 جنيه عشان عايزه انام كيمي على الفطور. ايه كيمي ده؟ صاحبتي يا مامي. طرف عينك دي عم السندوتشات بتاعتك. بقى كده ماشي بابي. قصدي مامي. ايه حبيبي، 50 جنيه كفايه ولا تحب اكتر؟ لا 50 جنيه كفايه، قصدي انا كمان كنت محوش 50 جنيه من قبل كده. هيهدك انت وابوك في يوم واحد. طب اشفر لي او بالكون. بس يا حبيبي اسلمي على كيمي. يوصل. يلا حبايبي يلا. باي باي يا ماما. باي قلب امكم. باي باي يا باي باي. خلوا بالكم من نفسكم. يلا مع السلامه حبايبي. يلا حبيبي يلا، انت كمان روح خد دش عشان ما تاخرش على الجورنال. انا داخل الحمام يا عليش، تحب تخش قبلي؟ انا ممكن امسك نفسي. ده حاجه بقت تقرف. عاجبكم؟ عاجبكم انتوا الجوز اللي انا فيه؟ جبتوا لي الكلام انتوا الاثنين. اتفضل يا استاذ، اتكل على الله. وانت يا ام عليش حضري الفطار اللي عليه بسرعه. عدم المؤاخذه يا ست انجي، اصل عليش واقف عرضك وانا عايزه منك خدمه العمر. خير يا دادا؟ نبى ست ان شاء الله يديك الصحة. يعني أي بنطلون بيجامة وأي فاميليا كده من عندي أستاذ علي يعني ألبسهم، أساسا أنا لو نزلت كده يعني بهدومي دي يعني أهل الحتة هيتعرفوا عليا وهيتكتروا عليا، ممكن يخزوني يقتلوني قدام باب العمارة وتنزلوا تلاقوني تحت جوزة هميزة. هميزة؟ يغزوك ويقتلوا في إيه يا ابني؟ وبنطلون بيجامة هو اللي هينقذك؟ تهببت إيه أنت؟ وأقسم بالله ورب الكعبة مظلومة يا ست إنشي. إنشي؟ طب انشي من قدامي دلوقتي، انشي. يرحمكم الله. يقطع التحيات وسننا ملون طبيخ. يا ريتني يا حسين كنت جيت لك شهقت لك في الملوخيه يا حسين. يا لهوي، ايه ده يا كوكو؟ هو حسين بيتغابى كده في الخناق؟ هو يستجري؟ ده لا يمكن يعملها ابدا. انا كل الناس لعبت في وش البخت يا سامع. لعب في وشك البخت؟ لا ده الموضوع عايز قاعده. احكي لي ايه اللي حصل؟ احكي لك. انا رحت قسم مدينه الرحاب يا اخويا علشان اغطي القصه اللي كانت ناويه تغطيها انجي. لقيتها محضر تحرش. عاملينه اهل الحي اللي ساكنه فيه انجي علشان في شويه عيال اتحرشوا ببنات جيرانهم. طب ايه اللي جاب جيران انجي للرحاب؟ هي سابت مدينه نصر؟ ما تركز معايا يا سامح. كنت فاهمني؟ طيب
البنات كانوا في سينما في مدينة الرحاب. تمام. وهم خارجين شوية عيلة حرشوا بيهم. قاموا أهل البنات دول عملوا المحضر في اسم مدينة الرحاب. في الموقع اللي حصل فيه الجريمة. حلو. طب وأنت شكلك متشلفط كده ليه؟ هو في حد اتحرش بيكي؟ حد؟ ده أنا حد واتنين وتلات. أنا شلت الأسبوع كله يا سامح. يا لهوي. الأسبوع كله؟ مفيش يوم أجازة؟ أنت هتهرج يا سامح، ما تركز معايا. طب فاهميني، طب فاهميني، إيه ده فاهميني؟ أفهمك. أنا رحت اسم مدينة الرحاب. حلو. لقيت قضية تحرش. قالوا لي المحضر لسه ما خلصش، وأهالي البنات هيجوا علشان يكملوا المحضر، أسكت؟ لا ما أسكتش. قلت أجتهد. قلت لهم أنا عايزة عناوين كل ضحايا التحرش السابقة، علشان أعمل موضوع يكسر الدنيا. طبعًا طبعًا طبعًا. أنتِ قديمة وتعرفي تلمي الموضوع من كل جوانبه. رحت يا أخويا للعناوين دي، قابلوني الناس، قلت لهم أنا صحفية وبعمل موضوع فظيع عن التحرش. ادوني في وشي يا سامح. ليه كده؟ هما اللي عملوا فيك كده؟ لا، هما عملوا الجزء الاولاني بس، الجزء التاني عملوه العيال اللي في الشارع. بصراحة بقى أنا أول ما شفتهم هيبتدوا يتغابوا قلت أخدني في فستاني وأجري. لقيت نفسي كده تايهة في شوارع مش عارفة أنا فين، ولقيت شوية عيال بيتلموا حواليا. افتكروني مزة يا سامح، تصور. افتكروكي مزة؟ آه. ده عيال ما عندهمش نظر. بصراحة أنا في الأول فرحت يا سامح، يعني مش هكذب عليك، بس يعني لما لقيتهم يعملوا علي حفلة بجد قعدت أجري وأصوت ولاقي حد ينجدني. إن حد ينجدني؟ مش لاقي حد يا سامح. طب جريتي ولا سبتهم يعملوا الحفلة؟ سبتهم يعملوا علي حفلة لحد ما لقيت ميكروباص قدامي. حلو. ركبت وقلت أهرب. حلو. عملت إيه؟ الميكروباص كله عمل علي حفلة يا سامح. يا نهار أسود. ده ايه اليوم الاسود الاحتفال الجماعي ده؟ وبعدين رموني في اول رمسيس، لقيت تاكسي خدته وجريت. اظن صاحب التاكسي عمل حفله هو كمان. لا، كان راجل شهم ومحترم. كان معدي السبعين يا سامح. تلاقي ملوش. نعم. قصدي يعني. طب وبعدين ما عملتيش محضر ليه؟ ها؟ ما عملتيش محضر ليه؟ ايه ده؟ وما تحرشي في ودنك ولا ايه ظروفك؟ ما عملتيش محضر ليه؟ خفت من الفضيحة يا سامح. يا سليم. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا انجي؟ انت جننتي؟ ليه بس يا علي؟ دي خدمة إنسانية. خدمة إنسانية ايه؟ ازاي اوافق ان هو ياخد البنطلون بتاع البيجامة بتاعك؟ هو كل اللي فارق معاك ان هياخد بنطلون البيجامة؟ مش فارق معاك انه هيتدارى عندنا هنا في البيت يومين؟ لا طبعا فارق معايا ومش موافق. ازاي اسيب واحد متحرش يفضل عندنا هنا في البيت وانت عندك بنت عروسة يا هانم؟ انت اتهبلتي يا انجي. علي علي، الولد مظلوم، هو ما عملش حاجة. الولاد اللي معاه هما اللي اتحرشوا بالبنات، هو بس كان واقف يتفرج. يا سلام، كان واقف يتفرج بس؟ يعني كمان ندل وما عندوش دم وانت صدقتيه؟ يا علي يا علي، الولد احنا عارفينه وعارفين اهله وعارفين امه، بعدين هو ولد غلبان اكيد اتاخد في الرجلين، وبعدين التحرش دي ظاهرة لازم نعالجها وندرسها. يعني الولد لو فعلا عمل كده نوقف جنبه ونعالجه، يعني مش نسيب اهل الحتة كده يتحرشوا بيه. لا والنبي، ايه الحنية اللي نزلت عليكي فجأة دي يا نصيرة المرأة؟ مش انت كنت بتقولي ان عقوبة المتحرش هي الاعدام؟ ايوة قلت. طب فين كلامك بقى عن حقوق المرأة والمجتمع الذكوري؟ كلام ده ولا فض مجالس لزوم الشوق قدام الجمعيات اللي انت فلقانة بيها؟ علي بص بقى بصراحة ومن الآخر كده، أم عليش راسها وألف شبشب، لو ما قعدناش ابنها عندنا هنا اليومين دول هتمشي وتسيب البيت وما ترجعش تاني، وتسيبني البيت بقى يضرب يقلب. قلتيلي بقى، يعني الموضوع فيه مصلحة، مش نصيرة الغلابة ولا حاجة. على جثتي يعني الواد متحرش وأمه كمان مبتزة؟ أبدا، سيبيها تمشي، وانتي اعتمدي على نفسك وشوفي لك شغالة جديدة. وطي صوتك يا علي تسمعنا. وبعدين أم عليش دي مش شغالة عادية كده. ليه؟ شغالة بالكهرباء؟ لا يا علي، دي الست دي بتاخد فلوس ملاليم ملاليم جنب أي واحدة تانية زيها. وبعدين بصراحة كده تيتا موصياني عليها. وبعدين هي تعتبر مربياها. أم عليش تعتبر مربياني. وأنا مالي بتيتا؟ وأنا مالي بعتبرات التربية اللي في عليكو دي من أساسه؟ إنجي أقولك إيه، أنا مش عايز وجع دماغ، أنا نازل وعايز أرجع ملاقيهاش، ومش عايز اعمل حاجه ما كنتش عايز اعملها من زمان. هتطلقني يا علي؟ لا، ابلغ عنك انك مخبيه متحرش هربان من العداله.
Thank you.